يا الربع يا الربع صلوا على النبي، انتم ايش فيكم اليوم كل اعلان بهوشه؟ خير يا طارق، تدري العلوم فيها علوم. وش القصه محمد؟ القصه وما فيها انك تجي يا حضره غازي وتعلن لحالك وتخلص مع ابو عبد الله وتقفل المبيعات وتقفل الباقه وتنهيها وتحسبنا ان ما احنا بقدها يعني. ابوي اللي قفلها. ابوك اللي قفلها؟ ابوك ما في شغل. انتم اثنين يعني انتم اقوياء وحنا ما احنا اقوياء؟ جب جب الحين. اسمع اسمع ترجم لو سمحت. والله ما اقدر اترجم لك، ما ترجم لك. لنا محبين. نعم. ناس ينتقلون حتى من عندنا باكيجات. نعم. ما هي محصوره بس انكم تعلنون. بس. وهذا شف. لحظة قبل الكلام ذا، ايه؟ انتم بتكونون قدها وتنهون قدها وقدها وقدود ونقفل ابوه. انت بتشوف الفعل يا غازي. نعم. وانت تعارفنا واحنا مجربين. لحظة ابو عبد الله، ورهم الاعلان وخلنا نشوف اليوم يقفلون الباقة ولا لا. قفل ابوه. اليوم تقفل ابوه يا ابو عبد الله. يعني معليش، يعني بس غازي وربيع الذيابي الامر بيع بس هم اللي يقفلون الباقة. قفل ابو ابوها. طيب لحظة ازيدكم، حتى ابو تحرير اللي ما عنده سناب يبي يقفل الباقة. طيب ازيدكم للشعر بيت. والله ان اللي في الباكج اليوم كم حنا الاعلان الماضي كم عطر؟ ستة. والله ان اللي في الباكج انه برقبة ستة عطور. ما في مشكلة. خلنا نشوف. انا اشوف اول شيء. ايوه. لا 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 لحظه 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 مواريها بينه من البارح. لحظه يا ابو طه ابوك. لا لا يا ابو عتيبه مضبوطين. هذه فيها اجحاف علينا. ليه فيها اجحاف؟ اثنين. لا لا ما هي اثنين، عين ستة عطور. لا لا ستة عطور. نبي ستة مثلك. ستة مثلك من راس براس. اسمع كلامك على ما هو بعلى. عطور طيبة وتسوى لها ستة عطور، ما نقول فيها شيء، بس انا بنضيف عليها وابو عبد الله مد ام الشحم. ما دمشنا ما نشوف. والله ما تردنا تحط لنا باكج زي باكج غازي وابوه. نعم. وما قفلناه ما دمشنا ما بعد ما دمشنا ما دمشنا ما دمشنا. لحظه لحظه ولا حاجه ولا حاجه. لحظه مخد عندي شيء. ما دمشنا ولا تقول ست عطور يا ابو عبد الله نفس باكج عم ربيع. نعم اي نعم اي نعم. وزالها وزالها عندي انا وشال همك. نعم. لحظه يا جماعه، ابو عبد الله عنده اليوم عطر. ابو عبد الله تكلم. انا قاموا ياكلوني وتسكت ولا يقول ولا حاجه. لا تحوس. اسمع هذه مناسبة سعيدة، احنا الناس اللي يتابعونا وهذا مكان القاعة حقت الرجال. نعم. ما شاء الله. نعم. نعم. واخوان غازي واخوان غازي الله يجعل كل شهر يعرس واحد علشان نتجمل مع متابعينا بالاعلانات. هذه سنة تزوج ذوي غانم كلها. نعم. لله الوجيهة الطيبة هذه ترد ما تردنا. ما تردنا. كمل فعلها. ما تردنا. ما تردنا. ابشر والله تم. اروح اجيب لك الان ستة وهنا. الفعل الباقي علي يجهل. لحظة 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 لحظة، انت بريت من اخوياك؟ لا انا ما اضرب غير باخوياك. ما حسي وسندي وانا اقل واحد فيه. هذا مكتبنا ويتكلم بلسان الجميع. لا تعرف بعضنا ما يركب كلمتين، بعضنا ياكل نص الكلام. مدم الشحم ارخ فيها شوي. والله ما نرى. شوف انا ما عندي سناب يا غازي، وانا ضغط عالي. الكاميرا هنا. اسمع اسمع، وانا ضغط عالي ما اجلع مع الضغط العالي. طيب عطناه وزهل الباقي. عبد الله الفرع مقفل الحين. الساعة الآن واحدة. والله لو انها ثلاثة. لو انها ثلاثة. تجيبها كلمة الرجال، الرجال يلزم لسانه. انت قلت اجيب ست عطور، جيب ست عطور. والباقي يلزم. ابى اروح اجيبها والله. رح رح. كفو! كفو! ايوه وصل! 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 الباكج الاول معنا هو الجوهر السوداء. هذا مسكته فيه الكراون بلاك كلكم تعرفون. معروف. هذا الشيء برايفت الاسود. هذا هذه معنا في اول باكجات الباك. هذا سلام سلم. وترى هذه فيها غش. لا والله ما فيها غش. والله ما فيها غش. والله لان هذه ما جبناها امس الغاز. لا بس طيب لحظه، تدرون ان هذا العطر الجوهر السوداء معروف
برايفت الأسود هذا العطر روح لأي فرع من فروع دخون الإماراتية سواء في الخليج ولا في السعودية قل النساء وش يختارون عطر دائما وش الأكثر الجوهر السوداء الجوهر السوداء نعم مع جماعة ونعرفه وبشرك إنه في باقتنا ما جاء في باقتنا أما هذا كراون بلاك هذا والله العظيم إنه شيخ ينفع للنساء والرجال شيء رسمي وشيء كاجوال في نفس الوقت هذا اي انثى لازم يكون على التسريحه عندها كراون بلاك يا كراون نعم. بلاك يا هذا العطر هذا العطر ابو ربيع سبب لي مشاكل في البيت كل اللي عندي تهوش عليه الباقه الثانيه وش تقول ابو عبد الله ثانيه حاط لك فيها البرايفت الاحمر اوه لا ساسكت ابو عبد الله وصل ابو عبد الله ما يشتغل الا على مصفوط مصفوط خلونا نشوف حال غازي الان يقول ليت الباقه هذه انت حظ رزاق رزاق اصلا هذا المصبوح خليفه موجود خلاص غش يا ابو عبد الله صراحه والله ما فيها غش والله ما فيها غش غازي اترك عنك اليوم ما هي محاباه عيني عينك واللي على ما بخلك اركب يلا نصب هذا يا غازي العطر 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 اللي لا جاء عطر ولا راح كم علبه خلصت منه والله العظيم اني محصيها كم من يوم انا تقريبا تقريبا والله ما اقدر احصيها كم اول شيء انا ما يخلص من عندي تلقاه في السياره تلقاه في البيت تلقاه حتى في عزبه البل حاطه والعطر ذا عطر لا جاء عطر ولا راح عطر طال عمرك عطر تحدك تتعطر به وتقابل احد ما يسالك يا ولد عطر اسطوري قسم بالله يا ابو النصر ان هذا العطر معي في كل مكان ابو عبد الله عارف هذا العطر الشنطه الصغيره دايم معي العطر هذا هذا اللي عطري اللي مستخدمه اليوم والله العظيم طيب طيب يا ابو عبد الله هذا خارج المملكه السواق المرشد السياحي قال اهدنيه واعطيك اياه انت احنا وين احنا في جورجيا هذا اللي يلبس ثوب وشماغ باستمرار يا غازي لحظه سرقها اقسم بالله ان انا السواق اخذ مني في قرقستان اجل اتبعي يا ذكرتها هذه كذبه صدقه والله العظيم صادق انا احسب انه ما ابو والي معنا برايفة الاحمر اللي يلبسون ثوب وشماغ باستمرار بيفرق معهم خليفه صراحه من اجمل العطور الكاجوال عطر يفتح النفس اللي يطلع كافيهات شوغر دادي نعم بيزبط معاه غازي انا تدري اني لا رحت للممشى كل صبح ان اللي يمشون والشوغر دادي كلهم يشدون يعني اقول لك انت كل شويه كذبه ما هذه ما كذبه هذه صراحه حقيقه هذا من العطور المخضرمه اللي نعم. تمشي مع الشباب ومع الشيبه نعم. عطر جامد عطر بطل يسولف نعم. وزيدك من ورا بنهرج شوف العطر هذا يا ابو يا ابو خليفه يبا يقول له مد ام الشعبه لا لا ما توزع احنا بنعلن خلي التوزيع بعدين هذه باخذها عندي في البيت وبعدين انتباه زيدك من الشعر بيت هذا سبحان الله ما تمل من ريحته يعني تستخدمه كل يوم ما تمل من ريحته عطر عز الله عطر عطر خيال خيال يا عمري خيال خيال هذا العطر فيه اكثر من 30 نوع من الزهور في زجاج وهذا سفاير هذا يقولون انثى في زجاجه هالسفاير ترى رجل في زجاجه فوحان فوحان رجال تروح لدوامك يستخدم هالعطر هذا كل الموظفين بيسألونك من وين هالعطر هذا هذا العطر اللي يحبون ريحة الفانيليا طاغية فيه الآيس كريم باختصار هذا العطر يا بو يا بو شعور الآيس كريم ذكرته يبرد على قلبك وهالعطر يبرد على جسمك وعلى اللي حولك طيب صادق العطر هذا يا جماعة والله بارد يعني حتى لما تحس كذا بانتعاش اذا استخدمت هذا فريش عطر صباح يا ولد اذا دخلت هذا كأنك رايح البنكبري اخذ لك كوب طيب تسوي اعلانات عندي هنا انت وجهك ما نقص غير بنكبري معنا انت والله اختيارات خطيره يا ابو عبد الله والله ست منتجات اختيارات انا منقيها بنفسي عطر عطر بيض الله وجهك بيض الله وجهك لا واقول لك ان فيها عطور قويه جدا حتى ما حطيناها في الباقه اللي قبل فيها الكراون وفيها البلاك من البرايفت الشيخ الشيخ برايفت الاسود مد ام الشحم بيض الله وجهك يوم انك خدعتني لا ما خدعك يا غازي ما خدعك يا غازي خدعك علام وانت اللي قلت راح تجيب العطر والله باقه خرافيه بس دقيقه يا غازي بعدين الجمهور كله جمهورنا ويستاهل اي نعم يستاهلون واقوى تحيه بعد يا علي سنة يا بدري بعد دامت طيب عاشر هذه طويل العمر ستة منتجات وتعتبر من أقوى باقات دخول الإماراتية اي والله ستة مختارينها بعناية تصلح استخدام شخصي تصلح تهدي تصلح تعطي للعروس للعريس
اللي تبي عندك سلام. ستة بتسوي فيها اللي في خاطرك كله. الستة طال عمرك دخول الإماراتية بتجيبها لك بقيمة عطر واحد. كذا غش أبو عبد الله. والله ما بيغش والله ما بيغش. هذا رزاق غاز. تراها وترى الكمية هي دوب تكفي 200 شخص 200. بيض الله وجهك. عبد الله 200 شخص في 10 دقائق تخلص. يا ربي لك الحمد. غازي لا تحسدنا. لا تحسدنا تكفى يا غازي. أرزاق أرزاق من رب العالمين. يا أبو النصر من سبق لبق. نعم. الرابط عندك وانت حر ومزاجك. نعم. العطور ما تفوت. أربع فجر ما يخلي له حاجه. ما قلت لك ضغط عالي يا ابو النصر؟ عز الله هذا الباقه ضغط عالي. احنا ودنا انها اكثر بس عطر. وعريسنا يا بدر بادي كاماتنا يا ريكاسو. السعر يا غازي السعر السته بدل 1800 الان تاخذها ب 394 ريال. شامل الشحن والضريبه والتوصيل والتوصيل. ابى اقول لك اليوم على ضمان اول مره يا غازي انت تسمع هذه الباقه اذا وصلتك وما جازت لك خلي الباقه عندك ونعطيك فلوسك. سوف اسكت قليلا. اهدي راما ودي شيله في شيشه شراسي.